وسهلا من جديد. يعني في الذاكره انه الايام اللي فاتت كنا بنبارك بشكل كبير لكل الناس اللي كانوا ممتحنين في امتحان الشهاده السودانيه مرحله الاساس، وبنوجه التحايا والتهاني والتبريكات لكل الشعب السوداني. اليوم في فقراتنا الختاميه معاكم بنتكلم على انه حتى النجاح عنده قصه، وقصه ممكن تكون جميله وملهمه لشباب في السنه الجايه ممتحنين باذن الله تعالى. البنات والشباب يعني باعتبارهم هم شباب اليوم وشباب الغد، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل اعوامكم، في كل سنينكم، في كل الامتحانات القادمه باذن الله تعالى. وخلونا من خلال المساحه دي نعكس نجاح واحده من المدارس الجميله، وايضا اثنين من الطالبات الاحرزوا نسب عاليه جدا في امتحان الشهاده السودانيه. يعني اكيد يا دعاء، وزي ما ذكرت دعاء النجاح متواصل، والنجاح دائما يعني بيكون حاضر في كل بيت سوداني، وتحديدا امتحانات شهادة الأساس. ولسه نحن فرحانين، ولسه الأمهات مبسوطات بنجاح أبنائهم وبناتهم، ونحن سعيدين جدا إنه من خلال المساحة دي تكون معنا الأستاذة سلمى أحمد حمد السيد، مدير مدرسة الغامراب الأساسية. بنات مرحب بكم، مساء الخير عليكم، بنبارك لك النجاح. مرحب بكم وتحية لكم، تحية كبيرة للاستضافة، وإحنا سعيدين يعني بحضورنا وسعيدين بتواجدنا معاكم، ونشكركم على إتاحة الفرصة دي اللي هي مفقودة يعني كثير بالذات بالنسبة للمدارس الطرفية. فنشكركم، وده دور الإعلام اللي إحنا عايزينه، والله يبارك فيكم ونجزيكم ألف خير. الله يديك العافية وحبابك في البلد. وخلونا نرحب بالجميلتين المتفوقات والناجحات، مفيدة عبد الله مدني اللي أحرزت نسبة 277,000، مبروك النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. الحمد لله. كيفك إن شاء الله طيبة؟ الحمد لله. مالك قاعدة مسكينة كده؟ اتفقنا على شنو قبل الهواء مبيدة. مبروك النجاح، وخلونا برضو مبارك النجاح لهند عبد الباقي، أحرزت 274، مبروك النجاح وحبابك في البلد. الله يبارك فيكم، ونتمنى لاولادكم واخوانكم كل النجاح والتفوق. امين يا رب العالمين. تخليك بنتمنى لاولادكم، قولي امين يا امين ان شاء الله. امين يا رب. مرحبا بك يا استاذه سلمى، احنا سعدنا بك جدا، والتوفيق لك ان شاء الله ولكل المدرسه. في البدايه خلينا نتحدث عن مدرسه القامراب والنجاح الكبير اللي حققته في يعني في مثال واضح الان موجودين معنا داخل الاستديو. مدرسه الغماراب الاساسيه بنات هي مدرسه انشاء، كانت يعني يمكن دي الدفعة الثالثة تمتحن للمدرسة. يعني المدرسة كانت أصلا مدرسة مختلطة، مدرسة الغماراب كانت مدرسة الغماراب المختلطة من السبعينات، تأسست المدرسة دي. يعني يمكن أجيال وأجيال يعني قروا في المدرسة دي. فك الاختلاط كان يعني عام 2013. أول دفعة إحنا بدينا في المدرسة دي كمدرسة بنات منفصلة عن الأولاد عام 2013، العام الدراسي 2012-2013. مشينا بالدفعة دي من الصف الأول لغاية ما وصل الصف الثامن، والحمد لله كان ونافسنا في السنة دي على مستوى الولاية. يعني عندنا وقت مفيدة دي ذاتها ساجدة عبد الله مدني كانت أحرزت المركز الثاني على مستوى ولاية الخرطوم 278. ما شاء الله. فهي الحمد لله إحنا من ما بدينا يعني بقواعد كده ثابتة ومتينة وخطط، الحمد لله ماشيين في الدرب ده. يعني السنة اللي فاتت 2021 الدفعة الأولى 2020 امتحنت، الدفعة الثانية كانت امتحنت 2021، نسبة النجاح ما شاء الله كانت 100%. ما شاء الله. وكان في تفوق برضو، ودي الدفعة الثالثة طبعا اللي هي 2022 دخلنا منافسة ولاية الخرطوم باعتبار المركز الثالث يعني على مستوى الولاية، والمركز الأول على مستوى الريف الجنوبي اللي هي منطقة الجمعية والصالحة والمناطق هي باعتبارها مفيدة، أحرزت المركز الأول على مستوى الريف باعتبار المدرسة الأولى على مستوى الريف الجنوبي لمدرسة. أيوة. نعم. أيوة. من المدارس يعني في اشتراك معها زي مدرستين. نعم. أحرزوا نفس النسبة دي 277. جميل. حنكون متواصلين معكم أكيد، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بكل الناس اللي انضموا لمتابعتنا، ولسه متواصلين اكيد في الفقره الجميله. وزي ما ذكرت دعاء في البدايه للنجاح قصه، وللنجاح عنوان، ومدارس الغماراب والاستاذه سلمى. حنرجع للحديث انه كنا في بدايه كلامنا قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم انه هي المدرسه الاولى على مستوى الريف الجنوبي لام درمان. ايوه كانت المدرسه يعني
زي ما قلت لك، هي اول دفعه كانت 2020 ودي الدفعه الثالثه، والحمد لله قدرنا هسه ننجز وحصلنا على المركز الاول على مستوى الريف الجنوبي والثالث على مستوى ولايه الخرطوم، ونجاح ما شاء الله مشرف في المدرسه، يعني عدد فصل مزدحم، ورغم كده يعني ما شاء الله النجاح يشرف يعني في المدرسه. جميل جميل. هند ازيك؟ كويسه؟ ها طريقه المذاكره كانت كيف؟ مبتعدين عن الضجه، ودائما فتره الصباح احنا لازم يعني نقرا حوالي ساعه او ساعتين في مواد الحفظ، ولما كمان نجي من المدرسه يعني لازم ناخذ الراحه بتاعتنا ريس، ونقوم تاني على يعني قرايتنا عادي ونتم باقي اليوم. جميل كويس. اكثر ماده كده كانت صعبه عليك شنو؟ كنت بتعاني كده لما تقريها؟ الحمد لله ما في ماده صعبه، لكن يعني في وحدات كده صعبه، يعني مثلا في مادة المعاصر عندي وحدة يعني انا ما كنت بقدر اني اقرا بسهولة كده، لكن الحمد لله. كويس تمام. انت النوع اللي بتفهمي ولا بتحفظ؟ ولا يعني الدائر حفظ بنحفظ والدائر فهم بنفهم. ما شاء الله تبارك الله، بالتوفيق لك ان شاء الله. موفقة ان شاء الله يا رب العالمين. خلينا نرجع لمفيدة بنفس المحاور، الدراسة كانت كيف والاوقاتك كنت بتقري فيها؟ الحمد لله الدراسة كانت حلوة وعجبتني، تامن بي عن سهلة، الناس بيقولوا صعبة لكن الحمد لله سهلة، ما دام الإنسان كان عنده عزيمة وبيقرا طوال اليوم باليوم بينجح وبيتفوق، زي ما قال في المشيف قال لقد سعينا فلم تضعف عزائمنا عما نروم ولا خبر من زعيم، إذا كانت العزيمة قوية فالإنسان ممكن يعمل اللي عاوزه. كانت الدراسة سهلة يعني مثلا نبدأ من الصباح، الإنسان بيصحى من الساعة 4 صباحا بيقرا لحد الساعة 6، ساعتين كده إذا ممكن نحفظ له سورة، ممكن نحفظ له قصيدة لو ما حافظها، ويمشي وبعدين يمشي للمدرسة، من المدرسة ندخل بنقرا قرآن، بعد ما نقرا خلاص بتبدأ الحصة وبنركز مع الأستاذة، بعدين يلا لما نرجع البيت نرتاح، بعد ما نرتاح بنمشي نستحمى ونصلي. بعد ما صلينا خلاص بنبدا نقرا، واهم شيء لازم نكون يعني في مكان ما في جوطه وزعاج، ولازم نرتب محلاتنا اللي بنقعد فيها، لان ما ممكن نبدا نقرا وبعدين نتذكر انه في كتاب ما جبناه، نمشي نتحرك كده ما حنكون متذكرين الحي اللي قرينا. اكيد كانت في ماده معقده بالنسبه لك، مراجعتها كانت شويه صعبه؟ الحمد لله كانت سهله. ما في، لانه الاساتذه كلهم بيراجعوا لنا وبيقول لنا فهمتوا، لو ما فهمنا بيفهم لنا زياده. بتهدي النجاح ده لابني يا مفيده؟ اول شيء بشكر ربي اني تفوقت، وبهديه لامي وابوي لانهم تعبوا علي وربوني من كنت صغيره، بهديه لهم وبهدي لعائلتي كلها تعبت علي، وبهدي لمعلماتي وبالاخص المديره استاذه كل ذا ساعدني في حياتي. جميل. وانت يا هند هذه نجاحك لابنه؟ والله ما بظل معايا، لكن بهديه الى كل من ساعدني ولو برفع المعنويات. كويس، بالتوفيق ان شاء الله. استاذه سلمى نختم معاكي، ادينا كلمه اخيره لكل الطالبات ولكل الطلبه اللي هم حابين انه يجتهدوا في يعني في الامتحانات او في الفتره الجايه، بالاخص فتره الاساس، بما انكم يعني متابعين بشكل كبير من مدرسه الغماره. يعني أهدي النجاح ده، أنا قبل أختم يعني أهدي النجاح لكل المعلمات اللي ساهمنا معانا في النجاح ده، حتى لو ما بيدرسوا الصف الثامن، المعلمات في المدرسة كانوا كالتيم الواحد، يعني فريق متعاون بيتابعوا البنات معانا بيساعدونا، يعني ما مركزين بس المجهود بس على معلمات الصف الثامن، هم كلهم متعاونين وعندهم كان حماس وطموح في انه المدرسه تحافظ على المستوى اللي هي وصلت له، فاحنا بنهدي لهم النجاح ده، كل المعلمات، استاذه زينب الرحيمه، استاذه احلام معلمات الصف الثامن، استاذه شيراز، استاذه مروه احمد حامدين،
في اساتذه حتى معلمين البنين نحن استعنا بهم، فعندنا استاذ صلاح الدين عابدين، استاذ ناصر احمد ساعدونا، فهم كانوا كقلب واحد يعني معانا في المجهود ده. كل المعلمات انا اشكرهم شكر جزيل يعني عبركم، هم وقفوا معانا. استاذه اميره معلمه المعاصر، فهي طبعا ماده المعاصر الطلبه بيخافوا منها، فكانت بذلت والله يا رب بذلت يعني مجهود جبار في الماده دي، فكل الناس كانت متعاونه، فنحن بنهديهم النجاح ده ونهدي النجاح ده للاسر برضو، الامهات صديقات المدرسه وقفوا معانا في الشغل ده، احنا برضو والله مجهود وما بذلوه معانا بنعتبره دافع لنا في النجاح ده برضو ومحفز للمدرسه. المجلس التربوي بتاع المدرسه يعني لو سمحتوا لي برضو اشكره ونهديه النجاح ده، ممثل في رئيس المجلس التربوي عمنا علي محمد علي، فهو برضو وقف معانا وكان بيساندنا وبيدعمنا وبيصل المدرسه، فالشغل ده شغل متكامل. رغم انه مدرسه الغماره او منطقه الغماره كبيئه يعني، والمدرسه فيها نقص كثير يعني، نقص بتاع معلمين، نقص بتاع اجلاس. احنا لما احرزنا نافسنا على مستوى الولايه كان المدرسه فيها 9 معلمات و8 فصول، كان عندنا طلبه قاعدين على الارض يعني. رغم الظروف دي احنا ما وقفنا وما وقفت في طريقنا، حاولنا انه ننافس وفعلا الحمد لله نافسنا، وان شاء الله نحافظ على المستوى ده. ورسالة لكل الطلبة، لكل الطلبة أنا بديهم رسالة، والأمهات يقفوا مع أولادهم، وما في شيء صعب زي ما قال البنات يعني، كله وراء الاجتهاد والمثابرة والرغبة والطموح، ويكون في دافع يعني الواحد أنا عايز أنجح عشان أعمل شيء. أكيد يا أستاذة سلمى، ومجهودكم مغدر يعني، أمنياتنا لكم بالتوفيق وبالنجاح. في حضرة المساء الأستاذة سلمى أحمد حمد الدين مدير مدرسة الغمارات الأساسية، شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيل، ونتمنى لكم كل التوفيق لقناة البلد وأستاذة دعاء وأستاذة نجوى، نشكركم على الضيافة و نتمنى انه تستضيفونا ان شاء الله في الصف السادس، نكون محرزين. طبعا المرحله بتاعت الاساس مرحله انتهت وجاء بديل لها الصف السادس او المرحله الابتدائيه، وان شاء الله تستضيفونا المره الجايه. شكرا جزيلا، شكرا مفيده وهند، وموفقات باذن الله يعني. شكرا جزيلا، شكرا لكم كده يا ندى على المساحه الطيبه. انا كنت دارسه للدبلي مع اختي واقول لك اكثر ماده كنت يعني بتكرهيها كانت سبب يعني وقت في طريقه الرياضيات. ما بعرف احسب لحد الرياضيات سبحان الله يعني، بس هي الرياضيات والفيزياء دي اكثر حاجه كانت معقده وكانت بتعمل لنا هاجس كده يعني، بتعمل لنا امتحانات، لكن الحمد لله. جبتي كام في سنه ثامن يا نجوى؟ والله ما في ذلك يعني، احنا عبرنا خلاص وكبرنا يا دوب. تحيه لك يا نجوى، تحيه لك للضيوف اللي كانوا موجودين معانا من خلال فقراتنا لليوم أسرة يوم السبت. التحية لكم ولكل الطاقم العامل لليوم، لحد ما نتلاقى فوق الثاني في أمان الله.